كرة تصل إلى لوكمان، أخطر لاعبي أتلانتا واحد على واحد أمام كالابريا. لوكمان تقدم، لوكمان تمريرة كوب ماينرز، وصلت هذه الكرة تحضير إلى روجيري، عرضية داخل منطقة الجزاء. ديكي تلاري أمام المرمى، مش ممكن، أضع فرصة هدف أول. ديكي تلاري أمام فريقه السابق الميلان، لا لا يا ديكي تلاري، غير معقول. ديكي تلاري في مواجهة المرمى، شوف كرة بينزلها لوكمان، ديكي تلاري يفشل في تسجيل هدف في مرمى الميلان في فرصة هي الأخطر بالتأكيد في شوط المباراة الأول. ماذا تريد أكثر يا ديكي؟ مدافع أيضا الدنماركي كاير، هذه كرة باتجاه لوكمان داخل منطقة الجزاء. جول فعلها لوكمان، هدف أول لأتلانتا بيرغامو، يسجل في مرمى الميلان. الكرة تغيرت اتجاهها في الكرة في اللقطة الماضية، لكنها تعرف طريق مينيو، هدف أول عن طريق النجم الأول لأتلانتا. أدي مولا لوكمان، هدف لمصلحة أتلانتا، هدف لمصلحة أتلانتا، خامس أهداف لوكمان هذا الموسم، خامس أهداف هذا الموسم، يتساوى مع سكاماكا، يتساوى مع سكاماكا توموري الذي قدم شوطا رائعا. لكن هذه الكرة اللي بيتغير فيها الاتجاه، والكرة بالتأكيد تعرف طريقها جيدا هنا في بيرغامو، لأنه في جيمس، في جيمس بالتأكيد. أدي مولا لوكمان دائما ما يتألق ويسجل هدف قبل نهاية شوط المباراة الأول. هدف لأتلانتا مقابل للشيء لفريق الميلان. فرحة هذا الصغير في روسونيري، تقدم كل لاعبي الميلان في آخر محاولات الميلان قبل نهاية الشوط. عاد للأمام، جول، جول فعلها الميلان. أنا أقول لكم بأنه قد يسجل الميلان من كرة كان يطالب فيها أتلانتا بخطأ إلى راسية، يسجل فيها الميلان عن طريق رجل المواعيد الكبيرة أوليفي جيرو. جيرو 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 يسجل النجم الفرنسي بكرة راسية، هدف التعادل لمصلحة الميلان، يقفز أعلى من الجميع ويسجل هدف في شباك إخوان موسو، ويصل إلى هدفه الثامن هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي. نعم، يسجل الرأس الذهبية للميلان بذكريات بيرهوف في التسعينيات، هذه الرأس الفرنسي التي تعود تعيد الميلان في الثواني الأخيرة. لبقاء ديكي تلاري حتى مع بداية شوط المباراة الثانية، ديكي تلاري ممكن يأتي الرد من ديكي تلاري، الرد 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 الرد، هدف ثاني ثاني لأتلانتا. ديكي تلاري يصنع ويسجل في اللقطة الماضية، أتلانتا هدف التقدم الثاني، هدف التقدم الثاني. ما زال العجوز كاسبريني يراهن على ديكي تلاري الذي يصنع هدفا ثانيا، ولوكمان نجم المباراة الأول يعود لزيارة الشباك من جديد. لوكمان كابوس ميلان هنا في هذه الليلة، لوكمان تمرير على ديكي تلاري والكرة في شباك مينيو، هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة أتلانتا، هدف ثاني لأتلانتا، يعود التقدم من جديد في وقت الحديث على إصرار جاسبريني على بقاء ديكي تلاري، لكنه يرد على الجميع ديكي تلاري ويصنع كرة أمامنا لي لوكمان. وهذه أدوار ديكي تلاري التي من المفترض أن يقوم بها، ويسجل لوكمان هدف ثاني. وصيف للريال 93، وصيف لمارسيليا 95، لأياكس مع كامبيلو 2005، وصيف للريدز، وأمامنا كرة ومحاولة سكالفيني، جول خطيرة لوكمان، الله الهاتريك، الهاتريك، الهاتريك أضعه لوكمان، الهاتريك يضيع يا لوكمان. أدي مولا لوكمان أضع فرصة الهاتريك، لكن عمل كبير من جانب سكالفيني، يقاتل سكالفيني، يقاتل سكالفيني، يتصدى مينيو على مرتين، يفشل. أدي مولا من تسجيل هدف ثالث وتسجيل الهاتريك، سيدخل تاريخ هذه المباراة. أدي مولا لوكمان يضيع الهاتريك يا أدي مولا. بوليسيتش عرضية، الكرة داخل المرمى، خطيرة، جول، الله فعلها لوكا يوفيتش رجل المباراة الماضية، يريد تكرار ذلك في مباراة الليلة. يوفيتش يعيد الميلان، يعيد الميلان، لوكمان يندم
على فرصة أضاعها في الدقائق الماضية، ويوفيتش يعيد الميلان بعد كرة عرضية ممتازة من بوليسيتش. لوكا يوفيتش رجل المباراة الماضية يعود للتألق من جديد، من دخل مكان تشوكويسي في أول محاولة يسجل في مكان المرمى الخالي تماما، لكن تمركز ممتاز من جانب لوكا يوفيتش. ميرانشوك، ياسين عدلي، بطاقة صفراء على ياسين عدلي أو كالابريا، وبعد ذلك البطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء، رابع بطاقة حمراء للاعبي الميلان هذا الموسم. كالابريا يغادر أرضية ملعب البطاقة الحمراء وسيغيب عن اللقاء القادم ضد مونزا. طرد هذا الموسم جيرو أمام ليتشي، مالك تشاو أمام يوفي، ومينيو أمام جنوا. هناك طرد غير مباشر كان لتوموري ضد روما، وهنا أمامنا طرد غير مباشر آخر. تمرير للأمام، محاولة خطيرة نحو منطقة الجزاء. الله 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 الله، غير معقول غير معقول، هدف خرافي لويس مورييل. لويس مورييل بالكعب يسجل في مرمى الميلان أجمل أهداف في الموسم. مورييل يسجل الكولومبي هدف الكعب في شباك الميلان. أوه، افرح يا غاسبريني. لويس مورييل بهدف خيالي يسجل في مرمى الميلان. الكولومبي لويس مورييل يسجل أول هدف هذا الموسم، لكن الهدف غير، والتحرك غير، وميرانشوك غير، ولويس مورييل غير، وأتلانتا بالتأكيد. جمال جمال أتلانتا في هذا الهدف في بيرغامو في الديربي اللومباردي، هدف رائع يسجل مورييل. مورييل 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 يسجل مورييل. أن تسجل في ميلان بهذا الشكل يا مورييل، بالتأكيد هدف لن تنساه طيلة تاريخك يا لويس مورييل.